اهلا بكم مره ثانيه. بهذا الفيديو راح نشرح خاصيه ال HTML ستايل. طبعا انا ممكن اخلي كل خط يحتوي على لون معين من خلال قلنا كيفيه وضع الالوان بالنسبه للباراجراف. طيب انا ممكن اغير لون الباك جراوند بالنسبه للموقع مالتي، يعني لون الباك جراوند ممكن اغيره. شلون اغير لون الباك جراوند؟ خلي هم الصفحة يكون بهذا الشكل، تمام. من خلال خاصية الباك جراوند كولر، لو اجيب البودي هنا أنا اقول له ستايل باك جراوند كولر، راح يساوي لي مثلا هذا اللون، تمام. لو اجي هنا للموقع اسوي له رفرش، الاحظ انه لون الموقع تغير اصبح بشكل اجمل. ممكن اختار اي لون، اختار هذا اللون سيلفر، اسوي له رفرش، صار لون الموقع بهذا الشكل. طبعا ايضا عندي خاصية ثانية، هي خاصية الكولور بالنسبة للاتش 1 وبالنسبة للباراجراف احنا نفذناها. ممكن خاصية تغيير الفونت فاميلي، تغيير الخط. لو اجي هنا بالستايل بالنسبة للبودي، اي شيء اكتبه بالبودي راح يكون عام على كل الموقع، لكن اي شيء اكتبه داخل التاج راح يكون فقط على هذا التاج. لو اجي هنا على سبيل المثال اقول له فارزة مقطوطة، اذكر له الفونت فونت فاميلي. ممكن عندي مجموعة خطوط تظهر لي، ممكن اختار الكرسر، اروح للصفحة اسوي لها رفرش، نلاحظ انه الخط اتغير. ممكن اختار غير خط، اختار السير هذا الخط، لو نلاحظ انه الخط راح يتغير مجرد ما اسوي رفرش، لاحظ انه الخط اصبح بنوع اخر. وعندي الكثير من الخطوط، طبعا ممكن اجرب اي خط مجرد ما اختاره وانفذ طبعا راح يتغير عندي الخط. تمام، اتمنى تكون واضحة هذه العملية، كيفية تغيير الالوان وكيفية تغيير الخطوط بالنسبة للباراجراف او بالنسبة للصفحة بشكل كامل. طبعا عرفنا انه بهذا الشابتر شلون نغير باك جراوند الكولر، شلون نغير الفونت فاميلي، الفونت سايز، التكس الامن. على سبيل المثال انا عندي هذا التكس اريد اخليه وسط الصفحة، فمجرد ما انطي خاصية التكس الامن ممكن اجي هنا احذف هاي خاصية الكولر او الفونت فاميلي، هذا الشكل. اخلي خاصية التكس الاين، هذا التكس الاين مثلا اقدر اخلي سنتر او ليفت او رايت، ممكن اخليه سنتر. لو انفذ بهذا الشكل هنا راح يصير كل الكتابة وسط الصفحة. طيب ممكن اخلي هذا الهيدنج ايضا، لو اجي لهذا الهيدنج داخل الستايل ايضا اقول له تكست لاين سنتر، نلاحظ ان الهيدنج اصبح وسط الصفحة. مهما راح اكبر الصفحة او اصغرها راح يبقى بالوسط. هاي بالنسبة لخاصية التكست الاين. اتمنى استفاديتوا من هذا الفيديو. خلينا نوقف هنا حتى نبلش خاصية جديدة عن الـ HTML.